مشاهدينا الكرام، رمضان كريم، اهلا وسهلا بكم في برنامج نصيحه. هذا البرنامج راح نتحدث فيه عن المشاكل الصحيه اللي تواجه الصائمين خلال شهر رمضان الفضيل، واللي نحاولوا من خلاله تقديم النصائح والحلول اللازمه مع اطبائنا ومختصينا لتفادي هذه المشاكل. موضوع حلقه اليوم هو المشاكل الهضميه اللي يعاني منها الصائم خاصه خلال الايام الاولى من شهر رمضان الفضيل، عسر الهضم، الجفاف، التخمه، حرقه المعده وغيرها من المشاكل. في البداية نروحوا نتابعوا آراء المواطنين وتجاربهم مع المشاكل الهضمية في فقرة تحصيل. نجرب ونعاودو نولو. الناس اللي تاكل دوك بزاف ديالهم الناس تقيل الحال، خاطش الانسان ياكل خفيف. ومن بعد كاين الناس اللي يروحوا للجوامع، اختي يصلي تراويح، حتى نصلي المغرب ناكل حبة تمر، شويه حليب كسر صيام، ناكل ماكله خفيفه، شربه وشلاضه وخلاص، خاطش باش نروح نصلي طرابيح يكون في ليجي، باش ناكل وتقيل وليتقيل امور. كيما انا ندخل ناكل زوج مغارف شربه، شي هادي، ونخرج على الباب نروح البيت الله نصلي طرابيح، وفي الليل بكر ندخل نقدر ناكل واش نقدر. الانسان ياكل قيسو، ماشي كيما نقولوا هنا تاكل تاكل تاكل، لان الرسول قال صوموا تصحوا. لا سحور ولا ما ناكلش، ها واحد من البريوت. في الصحراء يعني عندهم في رمضان صيغة الأكل جد وجميلة، يفطروا على التمر والحليب أو اللبن، وبعدين يروحوا مباشرة لصلاة التراويح، وبعد ساعتين بعد ساعتين من الزمان يرجع الإنسان باش يبدا ياكل وما يفرطش، يحس روحه تقيل كيما نقولوا كيما بارابور إيماجيني 12 ساعة وعبد صايم ومن بعد يعمرها كاع ماشي مليح، كيما نقولوا ليستما ما تخدم، الكولون ما يخدم. عندنا في الفطور ناكل مليح بصح السحور ما نصحرش، نحس روحي ثقيل صراحة ما نكذبش عليك، لازم ننقص وناكل بالعقل. هذا هي وي ان بروبليم دي ستوما، يا لو بروبليم دي ستوما، يا لو بروبليم دو غليسيمي، لي جون كي مونت كي مونج على هات يزر بيزر 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 دي كومبليكاسيون، دي كاع دون لي زوبيتو، لو سوار يزالي بلي بوجي اكسيتيرا اكسيتيرا. كلوا واش لازم ما تكثروش الاخر، باسكو اللي كثر حاجه تضر ضده. لا جال على جال لي ستوما تاعي لازم لي الصوم الصيام هو المليح في رمضان. الله يشرح. نقول لك يا اختي هي في رمضان توقع السخفه هذيك، الواحد يولي يشوف اي حاجه يحب غير يشري وياكل، مي من بعد هكذاك شغل فوالا لي بروبليم، انه كي تعرفي الاولى والاخيره تسمى لي ستومو، لا شارج هذيك تاع الماكله وكاع الصوالح تخلي البنادم على بالك صايي بعد تكلاطه. ناكل قيس شويه شربه حبه بولاك وشويه شلاطه والماء، الكاجوز كاع في رمضان كاع ما نشربوش. إذا كانت هذه تجارب مجموعة من المواطنين مع المشاكل الهضمية، أكيد كثير من الصائمين راهم يحوسوا على الحلول اللازمة لتفادي هذا المشكل الصحي. طبيبتنا ابتسام حملاوي قدمت لكم مجموعة من التوجيهات، تابعوها معنا. تخمى أن الإنسان هذا اللي راهو جائع، والمشكله دوك حنا في فصل الصيف واللي راهو قصير، دونك الناس يحوسوا ياكلوا اكبر كميه ممكنه، وهذه ما تساعدهمش باسكو شغل تعمل ان شوك للاستوما، وبالتالي ما يقدرش ما يتمكنش الجهاز الهضمي من لا ديجيستيون، من هضم الاطعمه ومن الاستفاده منها، او كونترير يعقب الصائم كل السهره وهو متضايق عصبيا نفسيا، جيتو للقياح بيتقيا، بعض الاحيان يجي حتى للمستشفى. هو جوست لو بو ايفيتي تو سا، كل كلا بالعقل، اوليو ما ناكلو 3 روبا ولا ما ناكلو 2 غران روبا، ناكل بشويه، ندير روحي انا شغل نفتح الفطور بالشوربه تاعي، ومن بعد نروح نضرب دوره ولا نروح نصلي ونروح، ومن بعد نزيد نعاود نولي نزيد ناكل ان دوزيام بلا. هذه الثقافه ما عندناش حنا، حنا لازم نقعدوا ناكلوا الشوربه بالبوراك ولا بالبيتزا، ولا زيدي دوزيام بلا، زيدي شلايط، زيدي قلب اللوز، وزيدي 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 وزيدي. من غير الممكن الجهاز الهضمي والمعده اللي راهي طول النهار فارغه تستوعب هذه الكميه من الاطعمه على ضربه واحده، مستحيل. وزيد من بعد كي نزيدو نكملوا الفطور، المشكله انه الناس كي تكمل الافطار تروح تتكسل، هنا تصرى فريمون الكارثه، باسكو ديجا انت في لا بوزيسيون هادي كوشي يبدا هذاك الحريق يطلع، تبدا المعده تاعك ما تقدرش تهضم، هذا كومول
اللي يخلي يبدا يحدث عصر الهضم، يحدث الانتفاخ، يحدث مشاكل القولون. والمشكله الاكبر سيكو حتى غدا الصيام تاعك حيكون صعيب باسكو انت جسمك ما قدرش يستفاد بالشيء اللي كليتيه، وزيد عقبتي ليله مضطربه، تسمى جمعتي جميع العوامل باش الصيام تاعك اليوم والغد يكون جد صعب. المشروبات الغازيه راهي نورمالمون ابانير ممنوعه منعا باتا في شهر رمضان، ونزيد لها الشربات هذيك العصائر اللي راهي تباع بطريقه غير قانونيه وبطريقه غير صحيه في الطريق، اللي مليانه بالاسيد سيتريك اللي هو حمض ياكل الاستوما ياكل الجهاز الهضمي، والعصائر حتى هذوك لي جو كارتوني نورمالمون هادم كاع ما يدخلوش المنازل، هادم ديجا اكبر سبب في المشاكل الهضميه في رمضان. الماء يجب الاكثر من شرب الماء، بصح ما تشربش كيف كيف الماء تروح تشرب 1 لتر على ضرب، نشربوا 8 ل 10 اكواب في النهار، يعني اللي كيبانوا تاع 1 لتر 1 لتر ونص نجم نقولوا حتى 2 لتر عندك من الافطار حتى السحور. ناكد بلي راهو مسؤوليه رمضان ترجع الدرجه الاولى والاخيره على عاتق المراه، نحبوا ولا نكرهوا ربة البيت، ممكن انها تعمل عصائر الناس تشهى بيان سور، نديروا عصائر طبيعيه في البيت يستفاد منها الجميع وفيها مكونات، وتزيدي لها شويه ماء من الافضل. من النصائح الطبيه الى النصائح الغذائيه، توجهنا الى اخصائيه التغذيه الدكتوره آسيا آغا لخدمتنا مجموعه من الحلول من اجل تفادي هذه المشاكل الهضميه. وش ناكلو، كيفاش ناكلو، وقتاش ناكلو، تابعوها معنا في فقره صحتي في ماكلتي. بداية نكسر الصيام بالإفطار على الرطب أو الإفطار على بعض التمرات، واحدة أو ثلاثة حسب حاجة الجسم إلى السكريات. لماذا نبدأ بالتمر أو الماء؟ لأنه بكل سهولة، التمر عبارة عن أحادي التركيب، يعني هو عبارة عن سكر بسيط، وهو سهل الهضم ولا يتعب عضلات المعدة، يمتص بسرعة ويرفع نسبة السكر في الدم الذي كان سبب أو الذي كان انخفاض السكر سبب تجويع المعدة وهو الصوم. له فوائد صحية، فيه حوالي 5 فيتامينات، فيه حوالي 8 معادن، فيه مواد ملينة، فهو بالتالي ضد الإمساك، ويحتوي على مادة الحديد ومادة البوتاسيوم ومادة الفيتامين B3، وينظم بذلك ضربات القلب، وهو غني بمضادات الأكسدة التي هي أكثرها في التمر الموجودة حمض التانيك. بعد الإفطار بالتميرات وبالماء، الإنسان يتوجه من المفروض حوالي 5 دقائق إلى 10 دقائق إلى صلاة المغرب، وهذا الوقت كافي لأن السكريات تصل إلى الدم فترتفع نسبة السكريات في الدم، فيحدث تنبيه للدماغ، والدماغ يعطي إشارة دماغية سبحان الله للمعدة بالإحساس بالشبع، وبالتالي لا نستطيع أن نأكل فوق الميزان أو فوق الكمية التي يجب إدخالها في الأكل، وبالتالي لا يحدث عسر في الهضم ولا تحدث غازات إن شاء الله. الوجبة الرئيسية من المفروض أن تكون فيها القليل من البروتينات، كي نقول القليل يعني نسبة قليلة من البروتينات، أن تكون فيها نشويات، وأن تكون فيها فواكه وخضار كثيرة. هذه وجبة الإفطار. الإفطار الصحي هو أن نبدأ بتناول بعض الفواكه. لماذا؟ لأن الفواكه غنية بالألياف، وتمدنا بالطاقة اللازمة، وهي غنية بالماء الذي ضيعناه أو الذي اسمه في الصيام الإنسان يعطش، فنعوض الماء الضائع من خلال الفواكه، وهي عبارة عن سكريات طبيعية. فائدة الأفضل هي أن نأخذ الفواكه بأليافها، هنا تكون نافعة أكثر من العصائر.
فوجبة السحور يجب أن تكون غنية بالسعرات الحرارية. لماذا؟ حتى لا نستهلك مخزون الإفطار. فقد نتسحر بالحليب، ممكن أن نتسحر بالتمر، ممكن بالقليل من الطعام ونضيفوا له عليه شوية زبيب لأنه فيه سكريات بطيئة الهضم، أن يكون غني بالكربوهيدرات التي تحتوي على السكريات المركبة التي نحتاجها في يومنا اليوم الثاني، يوم الصيام، حتى لا نعطش وحتى لا نجوع كثيرا. كانت هذه مجموعة من الحلول الأطبية والغذائية للمشاكل الهضمية، نتمنى أنكم استفدتوا منها، ونشكر أطبائنا ومختصين اللي عم يرافقونا في حلقات برنامج نصيحة. ضربوا لكم موعد العدد القادم إن شاء الله مع مشكلة صحية جديدة ونصيحة جديدة. تهلاو في رواحكم وتهلاو في صحتكم. صحة فطوركم، سلام.